اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتاني، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا أبا سبطين نعم الفتى، أوصى به الله في سر وإعلان، فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان. فمن أحبه قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان.
صلى الله عليه صلى الله إليك
تقول.